الحقيقة للأسف احنا نقول هي ليس فقط صراعات. اليوم أنا من أتصارع على اللجان، معناه هناك مصالح، ماذا أنظر للمصلحة العامة. اليوم من بعدنا أكثر من الصراعات، احنا وصلنا إلى مرحلة إقصاء ومخالفات قانونية حدثت بشأن اللجان وتوزيع الأعضاء على اللجان. جيد، شنو هذه المخالفات دكتور حيدر؟ المخالفات مثلا في المسودة المتداولة نظرنا إلى وجود نواب أصلاء، نواب قدماء من بداية الدورة مصوت عليهم في لجان، ناقليهم إلى لجان أقل، من لجنة الأمن والدفاع، من اللجنة المالية. هذه مخالفة قانونية صريحة. منو اللي وأنا أقول نقلهم؟ نقلهم طبعا الجهة اللي تنسق، الجهة اللي تعتقد، تحالف إدارة الدولة؟ لا، المكون اللي هو الإطار الإطار التنسيقي؟ التنسيقي باعتبار المكون الشيعي، ويخصه أن يخلي حصته. حصته وجماعته في هذه اللجان. اعترضنا في الجلسة، مثل ما تعرفون يفترض توزيع أو التصويت عليهم في الجلسة اللي فاتت، لكن اعترضنا بنقطة نظام. هذه مخالفة للمادة 35 خامسا من النظام الداخلي لمجلس النواب، باعتبار أي عملية تنقل للنائب بين اللجان تتم بطلب رسمي منه ايش قد عدد النواب؟